يومياً، ومع إشراقة الصباح تشرق أحلامك وتبدأ طموحاتك تكبر، ورحلة توصيل العيال إلى مدارسهم وتبني أمالك عليهم. تحاول قد ما تقدر تربيهم على النظام والجد والاجتهاد، وأول ما تنزلهم المدرسة تطري بالك الزحمة وقت خروجهم من المدرسة. المشكلة ما هي في المشوار ولا في الجو ولا أنك تطلع من الشغل عشانهم، لا لا، المشكلة تبدأ إذا وصلت المدرسة. هذا موقف غلط، وهذا مسبب زحمة، وهذا جار المدرسة هم عصب، وقدامك سيرة طويل على المايك. ضاع الوقت والطلاب زحمة عند الباب، وتبدأ تصوت وانت ما تدري يسمعونك ولا لا، ولا المايك خربان أصلا. متخيل كل هالحالة بس عشان يطلعون عيالك؟ لكن لحظة، الزمن تطور والأفكار جابت لكل مشكلة حل، ومن هنا جاءت تقنية النداء، ابتكار وطني ببراءة اختراع هدفه مساعدتك واستلامهم بسرعة وسهولة وأمان. عشان كذا المدارس تفعل تقنية النداء، لا انتظار لا زحمة، كل هذا وبضغطة زر وأنت في سيارتك، وعبر نظام متكامل يطلع اسم الطالب داخل شاشات المدرسة وبمكان يشوفه الجميع، ثم يطلع عبر بوابة إلكترونية تسجل بالضبط متى طلع. هذا غير خدمات كثيرة يقدمها النظام. مع تقنية النداء تقدر تبتسم طوال اليوم، ومشوار نهاية الدوام صار أريح بكثير من مشوار الصباح. تخيل عيالك زي ما تبي. تقنية النداء طمأنينة لكل الآباء.